هذا من هذا مبروك علينا الرباح ومبروك علينا الفوز ومبروك علينا الفوز اللي دزنا. كان علينا واحد المباراة كان واحد الضغط كبير، كان واحد الضغط كبير علينا وعلى الجمهور وعلى اللعابة، والحمد لله اللي ربحنا ودزنا هذا هو الرباح وفضل كبير الحمد لله. التاريخ إن شاء الله كيكتب وإن شاء الله هذا هو الرباح، وكنا نتمنى إن شاء الله نمشيو للفينال والفينال إن شاء الله. وديما مغرب وديما مغرب ديما مغرب، فوز مستحق ديما مغرب، الحمد لله على الفوز. ديما مغرب ديما مغرب إن شاء الله مخينا الرباح. تحياتي مبروك علي التأهل، مبروك علي التأهل ديما مغرب، مبروك للمنتخب الوطني والرقراقي كان متاخر خونا الرقراقي واحد جميع اللعابة احنا كنباركوا لهم وشكرا لهم بزاف. وخويا خلاص لابوكا واسمح لينا اليوم مبروك علينا، مبروك علينا هذا عرس، عرس اليوم عندنا مبروك علينا. كيف ما كانت بغا تكون نتيجة فهذا فخر المغاربة اننا نوصلوا للثمن فينال، والحمد لله اننا لعبنا مع فراقي اللي في المستوى وفراقي اللي هما صعاب، ومع ذلك فتفوقنا وان شاء الله احنا كاينين في الفينال على هذا المستوى اللي غادي فيه ان شاء الله احنا كاينين في الفينال. ومبروك علينا انهم في المستوى، لا حكيمي لا جياش لا بوفال لا كلشي كلشي صراحه كلشي كان في المستوى، الا ما كانوش كلهم رجل وحده ماشي يد وحده رجل وحده ما كناش غنوصلوا لهذه النتيجه. الركراكي الركراكي شوف انا صراحه ملي كيكون عندنا المدرب مغربي كنعرف بان المنتخب غادي يزيد لقدام. كيف كان عندنا الزاكي وكنا تاهلنا الدور الافريقي فكنت عارفه بان مع الركراكي غادي نوصلوا ان شاء الله. وانا كنايد ان ديما يكون عندنا لاعب المدرب مغربي اللي كيلعب على الدرابو. شكرا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك على جميع المغاربه اللي مشاو لقطر واللي ما مشاوش. المهم تحيه او نقول انتصر الاسلام بهذه العباره. دوله قطر هي فيها الخير على المغاربه وفيها الخير الحمد لله، جابوها الرجال وديما مغرب. بونوت بارك الله عليك، كنشكروا وليد الركراكي واللعابه كاملين خصوصا بونو. بونو تبارك الله عليه اليوم قام بمقابله خطيره، عملاق ديالنا تبارك الله، اسد من اسود الصحراء، محاربون اللي غادي يبقاو في التاريخ، هو اللي جاب لنا الرباح وتاهلنا تبارك الله عليه. انا بزاف كاينه ودير المغرب مازال جاي قدام قدام مازال رابحين غنبقاو حتى ندير كاس العالم ان شاء الله. مبروك على المغرب دايما المغرب. سيناريو ديال 2013 شنو هي التعليق وشنو هي كل صراحه؟ سيناريو ديال 2013 اللي دارت الراس غيديروا المغرب ديما مغرب المغرب ان شاء الله، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب ونحن احنا وديما راجا المغرب ويسلموا. السلام عليكم، كنشكر كاع الجمهور اللي كان حاضر معنا، وكنشكروا الجمهور اللي مشى لقطر ساند المنتخب الوطني المغربي، وان شاء الله الحمد لله ربحنا اسبانيا اللي ربحتنا اللي ربحتنا بالغش في مونديال 2018، والحمد لله توفقنا عليها. وان شاء الله كنتسناو الماتش ديال البرتغال باش نربحوها ان شاء الله كيف دارت لينا في مقابله ديال روسيا ربحتنا غير بالغش، وان شاء الله غادي نربحوا البرتغال ان شاء الله وغنتاهلوا النصف النهائي مع المنتخب. المهم ان شاء الله وديما ماروك وديما ماروك وديما ماروك.